فاحذر احذر احذر أن تتكلم في نية أحد، أو أن تقول مراده كذا مقصوده كذا. هذه أمور خفية لا يمكن الجزم بها. يا أخوان، الإنسان قد لا يستطيع أن يحكم قصده ونيته وما في قلبه. ما يمكن أن يمكن يجيه أحيانا تشويش، ما يدري وش قصده، هل قصده كذا وكذا، وهي نيته وفي قلبه، فكيف في نيات الناس ومقاصدهم؟